أنه هذه المرة، هذه الانتخابات حقيقة لم يكن هناك ذاك التدخل، لا الأمريكي ولا حتى الإيراني، حتى أكون واضح جدا. يعني الطرفين خلينا نكون منصفين، أنه ما شفنا هذه التدخلات اللي كانت تحدث ودول أخرى في الانتخابات السابقة. من هو؟ يعني هسه شوف اخي، انا اتفق وياك، اكو لا زال هناك تدخلات. ابو السيرفر الرئيسي وين؟ وين السيرفر الرئيسي سيد عادل؟ هو مو اكو شركاء ايضا؟ هذا مو انا اقول، ترى المفوضية قالت هناك ثلاثة سيرفرات موجودة، واحد بمصر وواحد بالأردن وواحد بالإمارات. المفوضية التي شنو يعني؟ وأنا اللي أقول فإحنا مرتبطين بسيرفر الإمارات. لو كنت من المفوضية صراحة، يعني لو كنت المفوضية أخلي السيرفر في طهران، حتى هذه حتى لا تصير شو اسمه، يعني شنو السيرفرات كلها إما في أمريكا أو في أو في دولة يعني أخرى. إذا اختلف مكان السيرفر سيد المانع ماذا يحصل؟ أخي ماذا يحصل يعني؟ أرجوك أستاذ، السيرفرات الأمريكية السيرفرات الأمريكية موجودة في داخل أمريكا واستطاعت. أستاذ عادل ليش نغلط الحقيقة؟ هو نريد نصل الحقيقة. السيرفرات نغلط الحقيقة أستاذ نجيب. السيرفرات أعطيك مثل، ما دام هناك قضية إلكترونية بمعنى أنه التهكير وارد، ماشي. السيرفرات المفاعل النووي الإيراني موجودة في داخل إيران، إسرائيل استطاعت أن تدخل عليها، روسيا دخلت على السيرفرات الأمريكية يعني أثناء الانتخابات الأمريكية وهي في داخل أمريكا. لكن أيا يستطيع أن يثبت هذا؟ يعني تعتقد العراق بأمن سبراني بهذا المستوى؟ وكيف تثبتوا الآن إذا طلب منكم إثباته؟ ما بي بهذا المستوى. كيف تثبت انه هناك تهكير؟ انا اقول لك عزيزي، لا هاي لم تثبت، هاي في العالم كله لم تثبت. خلاص امريكا ما ثبتت انه روسيا اطلقتها وتلاعبت بالنتائج، بس واضح من خلال السياق. اولا انا اذا تسمح لي استاذ نجم، انا خلصت استاذ عادل تفضل. خلصت اني يعني انا احب ان اقول لكم شيء، احنا لا نتبنى اراء ولسنا ضد اراء، وبدليل الان استاذ حيدر انت موجود مع السادة المعتصمين، وأنا تشرفت بأن تكون ضيف معنا. الله يبارك لي. والسيد أيضا من دولة القانون. شكرا لك. أنا ما عندي حساسية مع أحد أو ضد أحد، وأنت تعرف أنا أستاذ نجم. نعم. أستاذ نجم أرجو أن تسمح لي، الأخوة خلي نقول إحنا كنا عراقيين. نعم. الوضع الداخلي ما يتحمل، الوضع الداخلي للشعب العراقي ما يتحمل، أرجو للجميع يعني إحنا نكون، يعني حتى في أمريكا هاي أكو خلافات، وهذه الخلافات طبيعية يعني تحصل، ولكن بعد الانتهاء الانتخابات كل واحد سلم أمره، وبايدن الآن دا يمشي الأمور. داني أشكرك، أنا وقتي خلاص. أرجو أن نظر إلى الشعب العراقي مثل ما قلت في بداية الحلقة أستاذ نجم. ضيوف الكرام، وخلي الكتلة اللي ينطى دماء وشهداء ينظر للشعب العراقي ليطمئن.